دخول اجتماعي ساخن ينتظر الحكومة بعد أن فشلت آخر جولة للحوار الاجتماعي في التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. الاتحاد المغربي للشغل شن هجوما عنيفا على الحكومة في بلاغ أمانته العامة الأخير، متهما إياها بتعطيل المتعمد للحوار الاجتماعي ورافضا أي عرض لا يلبي بحسب انتظارات الطبقة العاملة. بالنسبة لنا في الاتحاد المغربي للشغل، الملفات جاهزة على رأس تحسين الدخل بما يلائم ما ضرب من القدرة الشرائية والحريات النقابية احترامها، تعميم التغطية الصحية، زيادة في الأجر بالنسبة للسميق والسماق وتوحيدهم، الالتزامات السابقة يجب الوفاء بها، وهذه كلها أمور ممكنة وممكنة جدا. ولكن للأسف لا أدى صغيرة بالرغم من التوجيهات الملكية السامية. بمعنى آخر، كان على الحكومة الحالية غداة الخطاب الملكي السامي أن تبدأ ورش الحوار الاجتماعي. الترقب سيد موقف الدخول الاجتماعي الحالي في ظل اتهام النقابات للحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي والوصول به إلى الباب المسدود وتجاهل اقتراحات المركزيات النقابية عبر انتهاج مقاربة متجاوزة بحسب بعض النقابات. المسؤول عن الحوار الاجتماعي أولا وأخيرا طبعا هي الحكومة، لأنها تنتهج مقاربة بسيطة ولكنها أصبحت متجاوزة، هو أن نبدأ الحوار ثم يتوقف بدون إعلان، ثم نستدعى للحوار ثم يتوقف بدون أي اتفاق وبدون الوصول إلى مخارج من هذا الحوار، وبالتالي والحكومة غير مستعدة لإعطاء أي نفس لهذا الحوار. إذن المسؤول طبعا هو الحكومة، لأنه النقابات لم تنسحب من أي حوار ولم تصد الأبواب أمام أي حوار. ومن بين ما تقترح الحكومة على النقابات زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلى 9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير من العام المقبل، والرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم. الحكومة هي أكثر الأطراف معنية بالحوار الاجتماعي، لأنها يعني هذا عندها التزام في إطار البرنامج الحكومي ديالها. ثانيا درت مبادرة وتقدمت بعرض، ثم بعد ذلك نقبت المطلب باش يعني نواصلوا الحوار من بعد يعني شهر أبريل. الحكومة استجابت وبقى الاتصال قائم مع السادة الأمناء العامين ديال المركزيات النقابية، ومؤخرا السيد رئيس الحكومة في هذاك الاتصال بطبيعة الحال كانت واحد المجموعة من المقترحات التعديلية، رئيس الحكومة يعني وعد بدراستها، ومؤخرا السيد رئيس الحكومة طلب مني باش نتواصل مع الأمناء العامين ديال المركزيات النقابية على أساس أننا نستأنفوا الحوار. ويعتبر الحوار الاجتماعي آلية تفاوضية تجمع 3 أطراف هي الحكومة والنقابات وأرباب العمل بمعدل دورتين في السنة في شهري أبريل وشتنبر، يتم فيه الاتفاق على إجراءات اجتماعية تهم الطبقة العاملة.